هاي اسرى لوال قصة اليوم ما ضل عنده زلم بعث لنا اطفال اليوم. ها هو الطفل عبد الله عيسى يجلس جريحا مرعوبا تحيط به مجموعة وحوش تقتاده ليذبح على يد فصيل معارض معتدل في نظر البعض. ايش امنيتك؟ جواس؟ كم واحد كنت لك؟ هو فضل الموت بالرصاص لكن إرهابهم قضى عليه ذبحا وفق الشريعة الداعشية. أسمع شو منيته. وقبل أن يرتكب إحدى أخطر جرائم الحرب في سوريا يكبرون الله أكبر الله أكبر. عبد الله طفل فلسطيني لم يتجاوز 12 عاما ذبحه مقاتل من حركة نور الدين الزنكي المعارضة التي قالت إنها أسرته في معارك مخيم حندرات شمال حلب. وتعرف هذه المجموعة بتلقيها دعما من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها جزءا من المعارضة المعتدلة، لكن الجريمة التي هزت العالم قد تدفع واشنطن إلى إعادة النظر في دعم تلك المجموعة. إذا حصلنا على أدلة تؤكد أن ذلك حدث بالفعل وأن هذه الجماعة متورطة في ذلك، فسيتسبب هذا بوقف تقديم شتى أنواع الدعم لها. قيادة حركة نور الدين الزنكي استدركت فظاعة الجريمة فسارعت إلى إصدار بيان دنت فيه ما وصفته بالانتهاك الإنساني، مشيرة إلى أنه خطأ فردي لا يمثلها وأنها شكلت لجنة قضائية لمحاسبة المتورطين. وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا في وقت سابق من الشهر الجاري روت فيه تفاصيل مروعة لانتهاكات نفذها مقاتلو تلك المجموعة من بينها الخطف والتعذيب.